تحت المسافة بين مدينة الدار البيضاء إلى مدينة عيون 1100 كيلومتر، مشينا على الأقدام بالهرولة. كل يوم كنقطع 40 كيلومتر 70 كيلومتر 60 كيلومتر اليوم، والحمد لله دابا كنوجد القرقرات على رجلي إن شاء الله باش نمشي. ودابا استدعوني الحمد لله جمعية النصر الملكي ومكتري سائق التاكسيات باش نحتفل معهم في هذا العيد، العرس ديال الاعتراف بالصحراء المغربيه. وعاش الملك وعاش الملك. التجربه او المغامره الثانيه الانطلاقه منين غادي تكون؟ ان شاء الله ان شاء الله من مدينه بن سليمان، وغنجيو ان شاء الله العمله ديالنا. ولا كوت المنطقه ديال عمله مولاي رشيد سيدي عثمان، كنفتخروا بهذه العمله الحمد لله، وكنشكر عامل عمله مولاي رشيد. وان شاء الله غادي ننطلقوا من بن سليمان ان شاء الله الى مدينه القرقرات. واش غادي تكون بوحدك ولا تكون مرافق مع ابطال اخرين؟ لا معايا بوحدي، لا معايا بوحدي، وغيكون معايا كار حافله كبيره ولامبيلونس وسيارات فيها كبير صوت. غادي يكون معنا جمعيه المجتمع المدني باش نفرحوا ان شاء الله بهذه الفرحه الكبيره. وشنو الرساله ديالكم بهذه التجربه؟ شنو بغيتي توصل يعني للعالم بهذه المغامره؟ يعني 1200 كيلومتر يعني كنسمعوا غير في تريathlon ولا في منافسات رياضيه اللي هي الحمد لله هذه الوطنيه في الدم، في الدم الحمد لله. وانا مده انا يعني عند السن ديالي اللي 53 سنه وانا باقي كنعطي الحمد لله، ما كندير حتى شي حاجه في التخدير. كنشوف كنقولوا للشباب بان يبعدوا على المخدرات ويبعدوا على اي حاجه. الحمد لله كتشوفني انا ومازال كنعطي ان شاء الله، وعندي اعمال من القدام كلها جري في المسافه الطويله، وانا مستعد الحمد لله، انا مستعد الحمد لله. كيفاش غتكون الاستعدادات يعني بدنيا؟ فرحه انا كنتكلم على بريباراسيون فيزيك. 1200 كيلومتر راه ماشي سهله، يعني واش كاين شي استعدادات خاصه؟ كيفاش تكون ام هذاك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى؟ انا لان الوطنيه كان حيت بقيت كنت كندير المسافات القصيره 100 متر، ودرت 400 رولي، ودرت الماراثونات في مع عدائين دوليين في مراكش 42 كيلومتر، ودابا تعطيت المسافه الطويله هذا باش لقيت راحتي، فلقيت الراحه ديالي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.